انتهت مؤسسة حياة كريمة من إنشاء منزل جديد لمواطن تعرض منزله لحريق بقرية مسارة مركز ديروت بمحافظة أسيوط. وقال أصحاب المنزل إن منزلهم تعرض لحريق تسبب في وفاة شقيقتين، وفوجئوا بمسؤول مؤسسة حياة كريمة يعلنون عن تحمل المؤسسة لأعمال هدم وبناء المنزل من جديد. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهودات الكبيرة اللي عاملها في جميع القرى والأرياف، ونشكر حياة كريمة على المجهود اللي عملته معانا أول ما سمع بهذا الموضوع الحادث الأليم اللي هو تم في هذا المنزل. وأول ما سمعوا بهذا الموضوع قاموا برفع الأنقاض اللي هي كانت في هذا المنزل، وابتدأوا يبحثوا في الأساس والأساس بتاع المنزل، والحمد لله وصلنا لحد هذا الوضع اللي احنا فيه. اول ما عرفت حياة كريمة باللي حصل الحادثة بتاعتنا على طول بعد بشهر ونص تمام راحوا مستلمين البيت انقاض وبتاع وطلعوا كل حاجة فيه وابتدوا يعملوا شغلهم، وبسم الله ما شاء الله عملوا شغل حلو الحمد لله على كل حال. ونحب نشكر السيد الرئيس ان حياة كريمة عاملة شغل في كل قرية، كل الناس فقيرة عاملة شغل معاها. أول ما عرفت حياة كريمة بالخبر جات استدعتنا وخدت معانا إجراءات وخلصت معانا كل حاجة، وزي ما حضرتكم شايفين يعني شطبت البيت، واحنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي.